صارك حاب شباب، معكم شركيات شركة كيف لكم فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم ابي ارد على الدراما او المشاكل اللي صايره بمجتمع الجيمنج العربي على اليوتيوب. عندنا ريباد من جهه، ديلي ال بي حكوم بلاي ستيشن السعوديه والشرق الاوسط واكتيفيجن، فابي ارد واعطي رايي عن الموضوع هذا بالذات انه تم ذكر اسمي بالسالفه هي كلها، فعشان هيك قلت خلني اعطي رايي على الموضوع. اوكي، ممكن حد منكم ما يعرف اي شيء عن السالفه هي ومو متابع الدراما، فخلني اعطيكم بالمختصر شو السالفة هي كلها عشان يكون عندك فكرة عن الموضوع. الموضوع كله بدأ من ريباد. ريباد عملوا فيديو قالوا فيه انه كيف ممثلين شركات الألعاب بالشرق الأوسط تعاملهم عبارة عن علاقات، فقط علاقات، انه يعني اضبطني اضبطك، نعرف هذا الشخص نرسل له دعوة لحضور ايفنت او نرسل له كود للعبة معينة، هذا الشخص يستحق هالشيء بس ما نعرفه فما نرسل له او ما نرسل له دعوة ولا كود للعب لمراجعة او شيء. وذكر بالفيديو تبعه مثال عن بلاي ستيشن السعودية والشرق الاوسط واكتيفيجن. بعدين ريباد ديلي ال بي عمل فيديو واكد على هالموضوع ويعني وقف مع ريباد، وبعدين ديلي ال بي عمل فيديو تاني قاعد يتكلم فيه عن اكتيفيجن وعن حفل اطلاق كول اوف ديوتي الشرق الاوسط، انه كيف فيهم في ناس ما لهم علاقه باللعبه وما لهم علاقه بكول اوف ديوتي تم دعوتهم للايفنت، وكيف ناس مثل يوتيوبر فورتنايت وغيرهم يندفع لهم عشان يغطوا كول اوف ديوتي. فهي مختصر القصه كلها. وفيديو ريباد تكلم عن حكوم، ف حاليا ابي اعطي رايي على الموضوع هذا كله. اوكي، اول شيء وافق ريباد ووافق ديلي البي بكلامهم عن بلاي ستيشن الشرق الاوسط او السعوديه، مو كلامهم عن اكتيفيجن، بعد شوي راح احكي لكم شو رايي عن الشيء اللي قاعد يصير مع اكتيفيجن، بس وايدهم كلامهم عن بلاي ستيشن السعوديه والشرق الاوسط. انا من اول الناس اللي كنت قاعد اتكلم عن بلاي ستيشن الشرق الاوسط مو السعوديه، من وقت نزول لعبه سبايدر مان اظن 2018 او نهايه 2017 حطيت تويتر على تويتر كتبت فيها انه بلاي ستيشن الشرق الاوسط جابوا معهم ناس من الشرق الاوسط لحضور ايفنت اطلاق لعبه سبايدر مان بنيويورك بامريكا، والناس اللي جابوهم هم موفلوجز ابراهيم باشا واحمد النشيط. موفلوجز ما هو عربي اصلا وجايبينه ليمثل اللاعبين العرب بالشرق الاوسط وما يحمل عن الالعاب، يحمل فلوجز. ابراهيم باشا يحمل فلوجز ما له اي علاقه بالالعاب، واحمد النشيط، احمد النشيط بعض الناس يعني عم بيقولوا انه ما يستاهل يرسلوا له وصاير فلوجر، بس انا اعرضهم بهالشيء. صحيح وحاليا مو مهتم بالالعاب، بس احمد النشيط يعني من الناس اللي بنى الكوميونتي العربي للالعاب على اليوتيوب، واظن له دخل بترجمه كثير العاب، فصراحه ما راح اعارض او مالي زعلان على دعوه احمد النشيط لحضور الايفنت، بس انه الشيء اللي قهرني مو فلوجز وابراهيم باشا، مفروض مكانهم يجيبوا شخصين يحملوا على الالعاب. ما راح اقول انا، بالعكس انا ما استاهل يدعوني بلاي ستيشن لحضور ايفن سبايدر مان، لانه انا قناتي عن كول اوف ديوتي فيعني مو بالمنطق، بس في كثير ناس قنواتهم العاب بشكل عام او مراجعين، المفروض هدول الاشخاص هم اللي يرسلوا لهم دعوه. وكتبت تويت على تويتر اظن من سنتين، وتويت وصلت ريتويت عالي وكثير ناس قاعد يجوا لي على الخاص، ناس من الموجودين بالكوميونتي العربي يعني مو شرط يوتيوبر يعني يشتغلوا بشركات او كذا، يكتبوا لي كفو عليك من زمان احنا مقهورين من بلاي ستيشن الشرق الاوسط، كفو عليك طلعت وشجاع وما ادري وش من هالكلام الزبده. بعدين مسحت التويتر لاني قلت لو ممكن ولو في احتماليه بسيطه اني اتعامل مع بلاي ستيشن بالمستقبل، لو خليت هالتويتر هالاحتماليه راح تنعدم، وانا صراحه شخص ما العب الا بلاي ستيشن، ما العب بي سي ما العب اكس بوكس، لعب كلها بلاي ستيشن، فكان يعني مسحتها لانه كنت ابي ولو امل بسيط اني اتعامل مع بلاي ستيشن الشرق الاوسط، وللحين ما صار هالشيء. وثاني شيء في فيديو ريباد تكلموا انه عن لعبه ديث ستراندنج، انه كيف بلاي ستيشن الشرق الاوسط ارسلوا الاكواد لناس ما لهم علاقه باللعبه او ما لهم علاقه بالجيمنج والمراجعات ووصلهم اكواد. فراي عن هالموضوع انه اول شيء بلاي ستيشن الأصلية أو شركات الألعاب بالعالم، مثلا خلينا نقول بلاي ستيشن أمريكا، ترسل أكواد المراجعة على صفحات الألعاب بس نفس IGN Game Informer وغيرهم من صفحات، ما يرسلوا ليوتيوبر. وهذا الشيء اللي سووا بلاي ستيشن الشرق الأوسط، أرسلوا لصفحات ألعاب نفس True Gaming Gamer Snack وغيرهم. لو الكلام هيك خلاص ما في أي مشكلة، بس لا، بلاي ستيشن الشرق الأوسط أرسلوا لهدول الأشخاص وأرسلوا لناس ما لهم علاقة بالجيمينج، ما أبي أذكر أسماء، ما أبي إنه الفيديو يكون شخصاً، لا، بس أرسلوا لناس صفحات إنستغرام، يعني ناس يعني يصوروا السيت اب تبعهم وكذا بس، يعني ما هم مراجعين ما هم شيء، أرسلوا لهم الأكواد وأرسلوا لصفحات الألعاب. فهذا الشيء اللي غثنا إنه أوكي إذا عندكم استعدادية ترسلوا لناس ما لهم علاقة بالمراجعات أو مو صفحات ألعاب، ليش ما ترسلوا ليوتيوبر مشهورين بالمراجعة نفس عبد الله ريفيو، نفس جفلم أو أحمد، هذول ناس مشهورين بالمراجعة ليش ما ترسلونهم؟ فهي كانت فكرة فيديو ريباد أو ديلي ألبي لما رد على الموضوع.
وصراحة إيه أنا معهم بهالموضوع وأيد هالموضوع. صار أكثر من إيفنت بدبي لإطلاق ألعاب من بلاي ستيشن نفس أنشارتد وغيرهم، وسووا إيفنتات وجابوا ناس ما لهم علاقة بالألعاب، وأنا ساكن هون، أنا ساكن في الإمارات يعني ما دعوني، مع إنه ما راح يدفعوا علي لا تكت طيارة، ما راح يدفعوا علي لا فندق، أنا أجي أحضر وأروح وما أرسلوا لي دعوة. وحاولت أتواصل معهم، حاولت أكلمهم، ما مسحبين علي. وفكرت فقط أنا اللي معاني من هالشيء. أنا شايف إنه لا، كل كوميونتي الألعاب على يوتيوب معظمهم ثري باد وديلي ألبي وغيرهم كتير يعانوا من هالمشكلة، مو بس أنا يعني. تخيلوا خلينا نقول كول أوف ديوتي بلاك أوبس من بلاي ستيشن مو من اكتيفيجن. ادري انه بلاي ستيشن هي الراعيه لكول اوف ديوتي ولها اكستوسيف، بس خلينا نقول انه يعني كول اوف ديوتي نفس ذا لاست اوف اس وديث ستراندينج بالكامل من بلاي ستيشن، وخلينا نقول عملوا ايفنت بدبي لكول اوف ديوتي بلاك اوب زومبيز مثلا، بلاي ستيشن الشرق الاوسط ما راح يرسلوا لي دعوه. متخيلين لاي درجه واصلين؟ راح يجيبوا ناس ما لهم علاقه بالجيمنج يغطوا الزومبي، وانا اللي طول حياتي العب زومبي ما راح يرسلوا لي لهالدرجه شغلهم علاقات. فاتمنى يتحسن هالوضع حاليا. تواصلت مع احد الاشخاص بالبلاي ستيشن، شرحت له عن القصه هاي وعن ديث ستراندينج، طلبت كود مراجعه، يعني صراحه ما استاهل بس طلبت كود مراجعه. قال لي اسف الاكواد كلها راحت للعبة ديث ستراندينج، بس تنزل اللعبه راح نرسل لك وراح نتكلم معك بالمستقبل. فان شاء الله يتحسن الشيء. وبعد فيديو ديلي ال بي وريباد اظن مفروض يتحسن، مع ان بلاي ستيشن السعوديه من فتره او مو من فتره امس حطوا فيديو للديلر، جايبين ديلر لتغطيه ايفنت لعبه ديث ستراندينج. ف وعندي رد بسيط على ريباد. ريباد بالفيديو تبعهم جابوا مثال حكوم انه من الناس اللي ما يسوي مراجعات ووصل كود للعبه، وبعدين حكوم سوى فيديو ورد عليهم. صراحه فيديو حكوم الستوري الانستغرام كان رد غير احترافي، بس رايي على الموضوع هذا كله انه اللي سوى ريباد غلط، كان فيهم يجيبوا اسم اي شخص تاني وصل الكود وما يستاهل مراجعة غير حكوم. أدري حكوم ما يسوي مراجعات، بس اللي ما يعرف مين حكوم هو أكثر واحد عنده تروفيات بالبلاي ستيشن بالعالم، مو بالشرق الأوسط لا بالعالم، وهو عربي بحريني. حكوم من سنتين تقريبا كانوا بلاي ستيشن الشرق الأوسط مو عاطينا وجه، كانوا ما يرسلوا له شيء، ما يرسلوا له دعوة على أي مكان، وكان فعليا مو معبرينا. اظن انه عمل بوست وقتها وقاعد يتكلم عن هالشيء ومأساته مع هالشيء، واظن صفحات الالعاب العربيه بهذاك الوقت كلها صاروا يدعموا حكوم عشان يوصل صوته للبلاي ستيشن. كل الناس قاعدين يروحوا على اي بوست للبلاي ستيشن الشرق الاوسط على انستغرام يكتبوا في التعليقات انه شوفوا فيديو حكوم. وتذكر انا وقتها رحت وحطيت تعليق له شيكوا فيديو حكوم، وبعد هالشيء كله بلاي ستيشن اخيرا عبروا، حكوم صار يرسلوا له دعوات، صار يرسلوا له اكواد مراجعه للالعاب. فا اوكي ما يسوي مراجعات بدقه نفس غيره، بس يعني من الناس اللي اظن يستاهل يوصل كود للعبه قبل الناس، لانه شخص عنده خبره بالالعاب وممكن يعني يعطي مراجعه ولو بسيطه عن لعبه معينه. اوكي والحين ابي ارد على فيديو ديلي ال بي اللي يتكلم عن اكتيفيجن، أيدا وأعرضه ببعض النقاط، فراح أقول رأيي على الموضوع وتذكروا هاد رأيي، ممكن رأيي يكون غلط رأيي صح، ممكن تشوف رأيي صح ورأيي غلط، فأي بس أبي أقول رأيي على الموضوع، ما قاعد أقول إنه هو الشيء اللي قاعد يقوله أو رأيه غلط، لا فقط أبي أشارك رأيي بالموضوع. بالمختصر فيديو ديلي ال بي إنه كيف حفل إطلاق كول أوف ديوتي مودرن وورفير اللي كان بدبي اللي حضرته، حضرة ناس ما لهم علاقة بكول أوف ديوتي نفس يوتيوبر فلوجرز أو يوتيوبر فورتنايت وغيرهم من هالكلام، وكمان تكلم إنه كيف أكتيفيجن تتواصل مع يوتيوبر فورتنايت وببجي وتدفع لهم عشان يلعبوا كول أوف ديوتي أو يعملوا بثوث لكول أوف ديوتي. أظن هذا مختصر في فيديو ديلي ال بي. وكان يبي انه الفيديو حد يترجمه عشان يرسله لاكتيفيجن امريكا او اكتيفيجن الاصليه، عشان يعني على اساس ياخذوا فكره شو اكتيفيجن الشرق الاوسط قاعده تسوي. فردي على هالموضوع انه اكتيفيجن الاصليه هذا نظامهم اصلا، يعني خلنا نشوف انه مثلا بحفل اطلاق كول اوف ديوتي مودرن وورفير اللي صار بامريكا اللي حضرته انت يا ديلي ال بي، كان موجود ناس نفس سميث دكتور ديسريسبكت، واحد اسمه داكن او دافكن او شيء من الكلام، هدول كلهم ما يلعبوا كول اوف ديوتي. دكتور ديسريسبكت يلعب شوي كول اوف ديوتي بس تركيز على ببجي، وباقي الشخصين اللي ذكرتهم يلعبوا فورتنايت. فجابوهم لهونيك واظن دفعوا لهم ليلعبوا ويغطوا كول اوف ديوتي. وعند نزول هلا كول اوف ديوتي تلاقي كثير ناس من المشهورين بفورتنايت عند الاجانب قاعدين يلعبوا كول اوف ديوتي لانهم مدفعوا لهم. اكتيفيجن نظامهم ما راح يجوا عند يوتيوبر او ستريمر
يلعب كول اوف ديوتي اصلا ويقولوا له هندفع لك عشان تلعب كول اوف ديوتي، انت اصلا راح تسوي هالشيء ببلاش. فيروح عند الناس اللي ما راح يلعبوا او ما راح يعملوا ستريم لكول اوف ديوتي او ينزلوا عن كول اوف ديوتي، يدفعوا لهم لانه بدهم جمهور هذاك الشخص، بدهم جمهور الشخص اللي يلعب فورتنايت او ببجي يجي لعند كول اوف ديوتي. بينما انت اللي تحمل كول اوف ديوتي نفسي ونفسك الدي ال بي ما راح يجوا عنا يدفعوا لنا لنلعب كول اوف ديوتي، لانه على الحالتين راح نلعب كول اوف ديوتي لانه جمهورنا يبي كول اوف ديوتي. يعني خلينا نقول في يوتيوبر اجانب، يوتيوبر الزومبي مستر دارلك جي دي، مستر روفوفل، نوح، هالاشخاص كلهم يلعبوا كول اوف ديوتي زومبي وقناتهم كلها عن الزومبي. وفي غيرهم من الملتي بلاير، واحد اسمه كوريان سافج، برستيج سكي، ناركو سينما، هدول الاشخاص كلهم بيغطوا على الملتي بلاير لكول اوف ديوتي. ولا واحد من هدول اندفع له من اكتيفيجن ليغطي كول اوف ديوتي لانه محتواهم هو كول اوف ديوتي. ممكن حد يقول لي كيف تعرف هالشيء؟ هدول الاشخاص خلينا نقول على سبيل المثال مستر روف ووفل ومستر دارك جي دي، هدول يغطوا الزومبي وعندهم ملايين، يحملوا فيديوهات كول اوف ديوتي دائما زومبي زومبي زومبي، بعدين يحملوا لك فيديو للعبه تانية نفس خلينا نقول فول اوت او بوردر لاند او شيء، وتلاقي حاطين بالهاشتاج اد او اعلان. بينما فيديوهات كول اوف ديوتي ما يحطوا هاشتاج اد او اعلان، هم عندهم قوانين ببريطانيا وامريكا لازم اذا كان فيديو مدفع له لازم يحط هاشتاج اد او اعلان، بينما فيديوهات كول اوف ديوتي ما يحطوا هالشيء. وغير هيك اي شخص يكون مدفع له او عنده عقد ليسوي فيديوهات لكول اوف ديوتي راح تلاقي حاطط هاشتاج كود بارتنر. واشوف الشيء اللي قاعدين يسوونه صح، هذا الشيء اللي قاعدين يسوي اكتيفيجن الشرق الاوسط، قاعدين يرسلوا دعوات ليوتيوبر مهتمين بكول اوف ديوتي بس ما يدفعوا لهم، نفسي ونفسك يدي ال بي ومتاكد في ناس ثانيين، وقاعدين يرسلوا دعوات ويدفعوا للناس اللي ما يغطوا كول اوف ديوتي، ما بأذكر اسماء، بس الناس اللي مشهورين بالعاب ثانيه. فاتمنى انه رايي او وجهه نظري على الموضوع وصلكم، انه هالشيء مو فقط اكتيفيجن الشرق الاوسط عم يسووه، حتى اكتيفيجن الاصليه، وما اشوف الشيء اللي قاعدين يسوونه غلط ابدا. انه يوتيوبر كول اوف ديوتي يرسل لهم دعوات فنادق كل شيء ليغطوا اشياء حصريه، ويوتيوبر اللي ما يلعب كول اوف ديوتي يدفعوا لهم عشان يجوا يغطوا هالشيء، لانه يوتيوبر كول اوف ديوتي على الحالتين راح يحملوا فيديوهات كول اوف ديوتي، فليش يدفعوا لهم ليعملوا الشيء اللي هم بدهم يسووه اصلا واللي راح يسووه على الحالتين؟ يعني لو كول اوف ديوتي ما تكلموا معي او ما دفعوا لي لاغطي الزومبي خلاص وقتها ما راح اغطي زومبي، لا اكيد راح اغطي زومبي لانه هذا الشيء اللي متابعيني يبوه وهالشيء اللي انا احبه. فاي هاي رايي على الموضوع. ورد بسيط كمان على فيديو دلي ال بي قال انه ما في ولا شخص هارد كور جيمر لكول اوف ديوتي مالتي بلاير موجود بالايفنت، وبعدين قال اسمي وقال انه بشار زومبي مو مالتي بلاير. فأؤيده وعارضه بنفس الوقت، لو قال جملة إنه ما في يوتيوبر يغطي مالتي بلاير باحترافية على اليوتيوب وقتها أقول له إيه صح، أنا ما أغطي في قناتي مالتي بلاير لكول اوف ديوتي لسبب واحد، إنه صراحة حاولت وما يجيب مشاهدات، بينما الزومبي هو اللي يجيب مشاهدات، هو الشيء اللي يحبوه الناس إن يغطيه، بس مو معناته إني ما ألعب مالتي بلاير. صحيح قناتي ما فيها مالتي بلاير، يمكن بلاك أوبس 4 ما حملت ولا فيديو مالتي بلاير لبلاك أوبس 4 إلا على البيتا، بينما كله زومبي زومبي زومبي، حتى بلاك أوت ما أظن حملت ولا فيديو لبلاك أوت بالنسبة لبلاك أوبس 4. بينما مالتي بلاير لا ألعب من كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 لحديت بلاك اوبس 3، بلاك اوبس 1 و2 لعبت مالتي بلاير اكثر من الزومبي. من كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 لكول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 موصل اخر برستيج بالمالتي بلاير، اظن باستثناء كول اوف ديوتي جوست وادفانس. كول اوف ديوتي جوست وصلت برستيج التاسع، ادفانس وورفير وصلت قبل الاخير، وبلاك اوبس 3 طلعت لون الدارك ماتر اللي هو من اصعب الاشياء اللي تسويها بالمالتي بلاير طلعتها. فانا العب مالتي بلاير العب بشده بس ما اغطيها على قناتي على اليوتيوب. ومودرن وورفير 2 عندي فوق ال 300 نيوك بمودرن وورفير 2، كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3 عندي تقريبا فوق ال 30 مواب، عندي أقيام باقي الألعاب كول اوف ديوتي ذابح 50 ومية واحد. فألعب كول اوف ديوتي مالتي بلاير واعتبر نفسي هارد كور مالتي بلاير بس ما أغطيه على قناتي على اليوتيوب. وذكر نقطة إنه في ناس محتواهم كله كول اوف ديوتي مالتي بلاير نفس وحش جيمز وفي خالد الكويت وما جتهم دعوة وكان لازم تجيهم، فاي هذا الشيء وأيد في دلي قلبي. فاي يا شباب هذا اليوم أتمنى يكون عجبكم. بالمختصر الكلام اللي تكلموه ريباد ودلي قلبي عن بلاي ستيشن وبعض شركات الألعاب وأيدهم، بس تعليق بسيط لريباد على موضوع حكوم وموضوع دلي ال بي واكتيفيجن، نوعا ما اعارضه بس هذا رايي، هذا مجرد راي يعني كل واحد له راي وممكن ما تأيدني عادي. دلي ال بي من اعز اصدقائي صراحه، لما اروح على اي ايفنت لاي لعبه اروح عند دلي ال بي نقعد مع بعض نسولف، يعني معروفين يعني انا وياه صرنا اصحاب، فيعني قاعد ارد عليه. حتى الكلام اللي قلته بهالفيديو قلته لدلي ال بي على الخاص على الواتساب، قلت رايي عن هالموضوع مو والله قاعد افاجئ بالفيديو حاليا وهيك، لا. ف
فإيه اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر لايك وتشاركونا بالتعليقات ارائكم، قولوا لي بشار صح رايك صح او لا نعارضك وراي ديال الالفي او شخص ثاني هو الصح. وبس كان معكم شركيات شركه كاش كم ديها تاني ان شاء الله، مع السلامه.